طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نواصل إن شاء الله في الكورس بتاعنا بتاع التماثلية. الليلة حنحاول ناخد تطبيق معين عن الديود اللي هو الديفايس اللي شغالين عليه خلال السيمستر ده. طيب، التطبيق هو بيسمى تطبيق الريكتيفايرز أو الريكتيفاير. الريكتيفاير هي الترجمة بتاعتها هي عملية التقويم أو تقويم الإشارة. ان شاء الله من خلال المحاضره بتاعت الليله هنقدر نعرف التقويم والمفهوم بتاعه والانواع بتاعته والدوائر اللي بتعمل ليها العمليه بتاعت التقويم، لكن نثبت اساسا انه العنصر هو الديود، هو عنصر اساسي في عمليه التقويم بالنسبه للاشارات. طيب، التقويم اول حاجه بنلقاه هو عمليه اساسيه في عمليه تصنيع الباور سبلاي. طبعا الباور سبلاي هي عباره عن دائره مهمه تقريبا في كل الدوائر الالكترونيه. طبعا مفهوم الباور سبلاي الاساسي هو عمليه بتاع تحويل الاشاره من انالوج تو ديجيتال، من انالوج سيجنال تو ديجيتال سيجنال. طيب، في البدايه لو داين نعرف الفرق بين الاشاره الانالوج والديجيتال، الاشاره الانالوج هي اشاره بتاخد اكتر من قيمه، صح؟ هي الاشاره الانالوج انها هي بتاخد اكتر من قيمه، او ممكن نعرفها انها هي ممكن نقول هي تحويل الاشاره من AC to DC، نحول الاشاره من AC to DC signal. طبعا الاشاره الAC هي عباره عن اشاره متغيره في القيمه وفي الاتجاه، هي بتكون في الاتجاه الموجب والاتجاه السالب. الاشاره الDC هي عباره عن اشاره موجوده في اتجاه واحد. طيب، فالباور سبلاي باختصار وانك تحول الاشاره من AC to DC. طيب، المراحل بتاعت الباور سبلاي هي اربع مراحل، بداية معاك من مرحلة الترانسفورمر. المرحلة الثانية، الترانسفورمر هي مرحلة التحويل. المرحلة الثانية هي مرحلة الريكتيفاير، اللي هي المرحلة اللي نتكلم عنها اللي بخش فيها الديود هو كعنصر اساسي. عملية الريكتيفاير او عملية الريكتيفيكيشن هي تقويم الموجة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الفلترينج، بعض المرات بسموها مرحلة السموسينج. واخر مرحلة هي مرحلة الريجوليتر. طبعا واضح معاك في شكل الرسمه انه بوريك شكل الاوتبوت بعد كل مرحله. طيب، مرحله الترانسفورمر واضح انه الاشاره طلعت معاك زي ما هي، لكن قلل شنو؟ قلل الفولتيه بتاعتها. طيب، مرحله الريكتيفاير عمل عمليه بتاع التمرير للجزء الموجب وقطع الجزء السالب. الفلترنج عمل عمليه بتاع تشارجنج وديسشارج، عمل شحن وتفريغ للاشاره بتاعتك. الريجوليتر عمل عمليه بتاع التنظيم للجهد. ان شاء الله هنحاول نمر على كل مرحله من المراحل الاربعه. طيب، دي المراحل الأربعة. المرحلة الأولى مرحلة ترانسفورمر، المرحلة الثانية مرحلة الريكتيفاير، المرحلة الثالثة مرحلة الفلترينج، وآخر مرحلة هي مرحلة الريجوليتر. طيب، نمر عليها مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى اللي حنمر عليها اللي هي فيها تطبيق الديود هي مرحلة الريكتيفاير. طيب، حناخد أول نوع من أنواع الريكتيفاير بسميه هو الهاف ويف ريكتيفاير. الهاف ويف ريكتيفاير الترجمة بتاعتها هي مقوم نصف الموجة، مقوم نصف الموجة. طيب، لاحظ عندك الرسمه اللي قدامك، الانبوت بتاعك واضح انه هنا اي سي سيجنال. لما كنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت عن الايديل والبراكتيكال والكومبليت، كان السورس بتاعنا كله هو عباره عن سورس دي سي. تتذكروا انك بتوصل موجب الديود مع موجب الباور سبلاي وسالب الديود مع سالب الباور سبلاي. طبعا لما نتكلم في السبلاي عن موجب وسالب، مع طوال السورس هنا دي سي، لكن هنا غيرت السورس بتاعي من دي سي عملته اي سي سيجنال. طيب، كنا من خواص الاي سي سيجنال هي اشاره متغيره في القيمه والاتجاه، تبدا معك اشاره موجبه سالبه موجبه سالبه، يعني في زمن بتكون في الجزء الموجب وجزء بتكون وزمن بتكون في الجزء السالب. طيب، هنا حنحاول نمرر الاشاره بتاعتنا على الديود. اول مره ححاول امرر الجزء الموجب اشوف اللي بيحصل شنو، وبعد ذاك امرر الجزء السالب. طيب، لاحظ في الاشاره الفوق اول حاجه مررت الجزء الموجب. طيب، الاي سي سورس خاش في موجب الديود. طيب، فلما نمر الهاف سايكل الموجب، الموجب حيقابل موجب الديود. طيب، لما يكون موجب مع موجب، مع التوصيله هي شنو؟ فورورد بايز، مع طوال تيار يمر، معناته الموجه الموجبه حتطلع معك زي ما واضح في الاوتبوت. طيب، لو جيت للموجه الثانيه حمر الجزء السالب، الجزء السالب لما نيجي خاش حلقه موجب الديود، سالب مع موجب، مع التوصيله هي شنو؟ ريفرس بايز، مع تعمل عمليه بتاعت قطع للتيار بتاعك، فمع طوال القيمه حتكون شنو؟ صفر. فلاحظ في الرسمه الاخيره لما تيجي تمرر اشاره، حيمر الجزء الموجب بيقطع السالب، يمر الجزء الموجب بيقطع السالب، يمر الجزء الموجب بيقطع السالب وانت ماشي. دي الفكره الاساسيه بتاعت شنو؟ الهاف ويف ريكتيفاير، انه مرر سايكل هاف سايكل بيقطع الهاف سايكل الثاني. طيب، انا لو دار اعكس الاشاره، همرر الجزء السالب واقطع الموجب، بعمل شنو؟ بس بعكس الديود، بخلي الانبوت بتاعي خاش وين؟ في سالب الديود. لو خش الانبوت في سالب الديود، معناته شنو؟ معناته مرر الجزء السالب واقطع الموجب.
لكن في الرسمه اللي قدامي الانبوت بتاعي خاش وين؟ خاش في موجب الدايود، عشان كده حيمر السايكل الموجب وحيقطع علينا السايكل السالب. طيب لو دار تحسب الافريج باور، طبعا الفولتيه بتاعتك ما هي من زيرو بتطلع اعلى قمه موجبه ثاني بترجع زيرو ثاني اعلى قمه موجبه. طيب لو دار تحسب القيمه المتوسطه، القيمه المتوسطه بيساوي في بيك على باي. في بيك هي اعلى قيمه بتصل الاشاره على قيمه باي اللي هي 3.14 من 100. زي المثال قدامك مديك الاشاره اعلى قيمه هي 50، لو قسمت 50 على باي بتديك هي 15.9 فولت. طيب دي الفي افريج. طيب نواصل. طيب نحن اشتغلنا في المره اللي فاتت الثلاثه موديل اي دي البراكتيكال كومبيت. طيب في كل التطبيقات اللي احنا هنشتغل عليها ما هنشتغل لا اي دي لا كومبيت، دائما هنفترض انه التطبيق بتاعنا بتاع التحليل كله شنو براكتيكال موديل. عشان كده لاحظ لما خش الانبوت بتاعك الاوتبوت بتاعك حيكون عباره عن الفي بي ان او الفي ان ناقص 0.7، الفي اوت حيساوي الفي ان ناقص 0.7 فولت. طيب ده مثال، لاحظ المثال الاول كان الانبوت بتاعه 5 فولت صح، اي سي سيجنال خاش لي موجب الديود. طيب حتطلع الاوتبوت حيكون كم؟ 5 ناقص 0.7 اللي هي كم؟ 4.3. لو جيت ارسمها هرسم الجزء الموجب على قمه 4.3 واقطع السالب، ارسم الموجب 4.3 واقطع السالب زي ما واضح لك في الرسمه اللي تحت، 4.3 فولت وبقطع الجزء السالب. طيب الرسمه اللي جنبها بي نفس الرسمه بس مديك هنا الامبليتود بتاعك او الفولتيه بتاعتك اعلى قيمه هي كم؟ 100. فطوالي حقول 100 ناقص 0.7 طوالي حتديك هي 99.3 فولت. حترسم الجزء الموجب وتقطع السالب، ترسم الجزء الموجب وتقطع السالب، واعلى قمه اول اعلى قيمه حتكون كم هي 9 او 99.3 فولت. طيب اجي للمرحله الاولى اللي كانت هي مرحله الترانسفورمر. طيب الترانسفورمر هو نوعين، يا ستيب اب يا ستيب داون. طيب المفهوم بتاع الستيب اب والستيب داون هنا بتكلم عن الفولتيه، يا هو عباره عن ترانسفورمر رافع للجهد او ترانسفورمر خافض للجهد. طيب في الاساس الترانسفورمر التكوين بتاعه هو متكون من ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي، هو عباره عن تو كويلز، ملف ابتدائي وملف ثانوي. الانبوت بتاعي بيخش في الملف الابتدائي والاوتبوت بتاعي بيخش في الملف الثانوي. طيب عشان احدد نوع الترانسفورمر هل هو ستيب اب او ستيب داون، العملية دي بتعتمد على عدد لفات الملف الموجودة في البرايمري والسكندري، عدد لفات الملف الموجودة في البرايمري والسكندري. النظرية الأساسية إنه الفولتية الأعلى بتكون موجودة محل الكويل اللي فيه عدد لفات أعلى، يعني العدد اللفات لو أعلى في السكندري معناتها الفولتية الأعلى في السكندري، لو عدد لفات أعلى في البرايمري معناتها الفولتية أعلى في البرايمري. طيب أنا دائما بيكون همي إنه أعرف الأوتبوت من المرحلة صح؟ الاوتبوت دائما حيكون في البرايمر او البرايمري ولا السكندري، حيكون في السكندري. الاوتبوت دائما بيكون في السكندري، عشان كده فولتيه السكندري بتساوي ان في الفي برايمري، ان في الفي برايمري. طيب ان شنو؟ الفي برايمري ما هو الانبوت، لكن ان شنو؟ ان هي عباره عن النسبه بين عدد ملفات السكندري للبرايمري، ان هي نسبه عدد لفات الملف السكندري على البرايمري، السكندري على البرايمري. تمام هنحاول نشوف ليها مثال ونشوف كيف بنشتغلها مع بعض. طيب لاحظ المثال قدامك، واضح معاك انه الانبوت هو 170 فولت، اعلى قمه هي 170 فولت، مع طوال الفولتيه بتاعت البرايمري كم؟ هي 170، ما البرايمري هو عباره عن الانبوت صح. طيب لاحظ في الترانسفورمر فوق مكتوب لك بالنسبه 2 الى 1، 2 الى 1. طيب لو دار احسب قيمه ان، إن قلت هي النسبة بين عدد ملفات الثانوي للبرايمري، الثانوي مكتوب فيه كم؟ 1، البرايمري كم؟ 2، النسبة معناتها هي 1 على 2 معناتها هي 0.5 نص صح؟ طيب لو دار أحسب الفولتية الموجودة في السكندري هي عبارة عن الفولتية الموجودة في البرايمري في إن، الفولتية الموجودة في البرايمري هي 170 وإن هي 0.5 مع طوال الفي سكندري حيساوي 0.5 في 170، طوال حتكون الفولتية كم؟ هي 85 فولت. دي الفولتية طالعة من وين؟ من السكندري. طيب بعد ما تطلع للسكندري حتى تمشي للدايود. طيب هي كانت كم؟ 85، حتخش عبر الدايود، الدايود حيشيل كم؟ حيشيل 0.7، معناتها الاوتبوت حيكون هو 85 ناقص 0.7 حتكون هي 84.3 فولت. كده هنا شغال مرحلتين، مرحلة ترانسفورمر ومرحلة بتاعت الهاف ويف ريكتيفاير.
واضح يا شباب؟ طيب دار امشي لنوع ثاني من انواع الريكتيفاير، هو نوع بسميه هو الفول ويف ريكتيفاير. طيب فكره الهاف ويف ريكتيفاير انه يكون عندك الموجه سالب وموجب، انت بتمرر الموجب وبتقطع السالب. طيب الفكره الاساسيه في الفول ويف ريكتيفاير مرر الموجب، السالب اعكسه ومرره، هنا ما في قطع. مررت الموجب السالب اعكسه يبقى شنو؟ موجب. بعد ذلك بيحصل له عمليه بتاع البوكس. لاحظ الاوتبوت من الفول ويف ريكتيفاير ما في عمليه قطع، بس موجب 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 موجب، معناته ما في قطع. طيب لو دار احسب الفي افريج، تتذكر هناك الفي افريج في الهاف ويف ريكتيفاير كانت الفي بيك على قمه على باي، هنا الافريج حيكون 2 في بيك على باي، 2 في بيك على باي. طيب هنا مثال كان الاعلى قمه هي 15، معناته هنا الفي افريج حيكون 2 في 15 على باي، تقريبا بتديك هي 9.55. طيب نحاول نشوف هنا دوائر بتعمل لك عمليه الفول ويف ريكتيفاير. طيب الدائره الاولى بسميها هي دائرة السنتر تاب، السنتر تاب فول ويف ريكتيفاير. طيب التسمية بتاعت الدائرة جات من نوع الترانسفورمر، لأن هنا شغال بترانسفورمر سنتر تاب. نوع الترانسفورمر فيه سنتر تاب بيكون عندك سلكين في الانبوت في 3 أسلاك في الاوتبوت، الأرض بتاعك بيكون في النص. طيب الفكرة الأساسية في السنتر تاب إنك أنت عندك الفولتية في البرايمري صح، بتخش بتتحول بتيجي في السكندري. طيب السكندري ذاته بيكون بيتقسم على 2، السلك الاول مع السنتر تاب والسنتر تاب مع السلك الثالث، السنتر تاب هو الثاني، الاول مع الثاني والثاني مع الثالث، باعتبار انه السنتر تاب هو شنو؟ هو الجراوند زي ما ظاهر لك هنا الارضي، ده السنتر تاب بتاعك. طيب فحيكون السلك الاول ارضي، ارضي السلك الثالث، واضح الترتيب؟ الترتيب السلك الاول ارضي، الارضي السلك الثالث، معناته حيكون بعدك في شنو؟ في عكس الاتجاه. طيب لاحظ في الرسمة التحت على ايدك الشمال، اول حاجة حيمر معاك الهاف سايكل الموجب، الهاف سايكل الموجب حيمر في السلك الاول والسنتر تاب، معناته ماشي للسلك والارضي، معناته هنا ماشي في الاتجاه الصح اللي هو الموجب سالب، حتقوم تمر الاشارة زي ما هي، حتقوم حتلقى الديود واحد هي موجب، حتلقى موجب الديود مع طوال التوصيل حتكون شنو؟ فورورد بايس، مع طوال الاشارة بتاعتك تمر. طيب لو حاول ذاته الهاف سايكل الموجب ده يمر عبر السنتر تاب، يمشي عبر الدايره الثاني، السنتر تاب التحت هو عباره عن الارضي السلك الثالث، معناته هنا حتقوم حتعكس الاشاره، بدل موجب حتكون سالبه، لانه اول مره بالارضي حتمر بالسلك الاساسي، فلو كانت موجبه حتبقى سالبه ولو كانت سالبه حتبقى موجبه. عشان كده لما تيجي في الرسمه الثالثه اللي هي الرسمه اللي تحت على ايدك اليمين الثانيه، الجزء السالب، طيب لما مشى على الديود الاول هو كان سالب، مشى لموجب الديود مع التوصيل ريفرس، معناته ما حيقدر يمر عبر الديود الاول. طيب حيحاول يسلك الطريق الثاني اللي هو حيمشي عبر الارضي للسلك بتاع الثالث للسنتر تاب. طيب ماشي ارضي للسلك، معناته عكس الاتجاه، معناته لو سالب حيبقى شنو؟ موجب، ده هنا حيعكس الاشاره، بدل ما سالب يبقى موجب، بعد ذاك يمر عبر الديود 2 ويمر معاك عن طريق الاوتبوت بتاعك. تمام يا شباب؟ طيب الحاجة الواضحة انه مثلا لو ده انبوت بتاعك هو 1 لـ2، السكندري ذاته حيقوم يتقسم على 2، جزء حيمشي التاب الفوق وجزء حيمشي التاب التحت، حنشوف هسه في مثال. طيب نشوف المثال ده، عندك الاشارة بتاعتك الانبوت بتاعك هو عبارة عن 100 فولت، خاشي لترانسفورمر سنتر تاب، اول شيء نسبة التحويل بتاعتك هي كم؟ 2 لـ1، معناتها قيمة ان كم؟ 1 على 2 اللي هي 0.5. طيب الفي برايمري حتكون كم؟ الفي برايمري هي نفسها الانبوت 100. طيب الفي سكندري حتكون هي ان في الفي برايمري، الان قلنا هي 0.5، الفي برايمري 50، 0.5 في 150 او في 100 هتديك 50، نص في 50 او نص في 100 ب 50 صح؟ تمام. طيب الترانسفورمر نوعه سنتر تاب، معناته ذاته السكندري حيتقسم على 2، جزء فوق حيمشي 25 وتحت حيمشي 25. طيب كل واحد حيمر عبر ديود، الديود بيشيل منك كم؟ 0.7، معناته الاوتبوت حيكون هو عباره عن 24.3، والدائره هي دائره فول ويف ريكتيفاير، الاوتبوت ظاهر لك في الرسمه، في الرسمه الاخيره اللي هي 24.3 فولت. طيب نمشي دائره ثانيه، دائره بتعمل لك الفول ويف ريكتيفاير، هي دائره بسميها دائره البريدج او دائره القنطره، لانها هي مكونه من كم؟ من اربعه دايرز. طيب لاحظ في الرسمه الاولى لما نيجي الجزء الموجب خاش عبر الدائرة حيطلع خش عبر قمة البريتش فوق عبر الديود دي 1، خشية السايكل الموجبة،
طيب السايكل الموجبة حتحاول تمشي عبر دي 3 ودي 1. طيب لما تمشي عبر دي 1 هي اشاره موجبه، حتلقى موجبه الديود، معناتها هي توصيله فورورد بايز، معناتها حتمر عبر دي 1. طيب لو حاولت تمر عبر دي 3 الانبوت بتاعك الموجب حيخش على سالب الديود دي 3 صح، مع التوصيله حتكون ريفرس بايز، معناتها ما عنده طريقه يمشي بها دي 3، طوال حيمشي عن طريق شنو دي 1. طيب المقاومه الموصله برا دي زي ما قلت في الليكشر حاول خدها لي جوا البريدج. طيب حيمشي عبر دي 1 حيجي عبر المقاومه يصل في النقطه الموصلة بين دي 3 ودي 2. طيب دي 3 اصلا في الاول قلت هي ريفرس، يعني ما حيمر بها. لما نصل في النقطه دي 2 حيكون هي الاشاره موجبه، حيلاقي الدي 2 حيقوم يمر عبر دي 2 ويرجع ثاني عبر الترانسفورمر. طيب الشاهد في الموضوع انه الاشاره الهاف سايكل حتمر عبر 2 دايودز زي ما شفنا هنا، مرت عبر دي 1 ودي 2. عشان كده بعدك لما تعمل حسابات الدروب ما حيكون 0.7، حيكون كم؟ 1.4، لانه ما بري عبر 2 ديود، الاول شايل 0.7 والثاني شايل 0.7، 0.7 بلس 0.7 هي 1.4 فولت. طيب نحاول نشوف مثال. طيب عندك المثال بتاعك هنا مديك الانبوت بتاعك هو 120 فولت. طيب ما اخذت لك النسبه فوق في الترانسفورمر من كم لكم، لكن كاتب لك في المساله انه الانبوت بتاعك كان هو عباره عن 120 فولت ار ام اس في البرايمري، والسكندري كان هنا 12 في ار ام اس. طيب هنا في تريك او في خدعه معينه دائما خلي بالك منها، انه لو اداك القيمه بالفي ار ام اس لازم تحولها للبيك فاليو. متذكرين الفي ار ام اس في الكورس بتاع الاي سي سيركت، الفي ار ام اس بيساوي الفي بيك على جذر 2، الفي بيك على جذر 2. انا دائما حساباتي كلها بتعامل بشنو بالفي بيك، ما بتعامل بالفي ار ام اس. عشان كده لو اداك المساله فيها في ار ام اس بيكون التحدي انك اول حاجه ترجع الفي ار ام اس للفي بيك. عشان ترجع ال VRMS ل VPIC بتشيل ال VRMS بتضربها في جذر 2. طيب ال VRMS 12 تضربها في جذر 2 حتديك ب 17، معناته الاوتبوت من السكندري من الترانسفورمر طالع من الترانسفورمر هي 17 فولت. طيب ال 17 فولت حتمر عبر الريكتيفاير، الريكتيفاير فيه كم ديود؟ فيه 2 ديودز، وكل ديود بيشيل 0.7، معناته الدو ديود حيشيل كم؟ 1.4، معناته الاوتبوت حيكون هو 17 ناقص ال 1.4 تقريبا هي بتديك 15.6 فولت. واضح يا شباب؟ كده اخذنا الترانسفورمر واخذنا النوعين للريكتيفاير، الهاف ويف ريكتيفاير والفول ويف ريكتيفاير، وفي الفول ويف ريكتيفاير اخذنا دائرتين، دائره السنتر تاب ودائره البريدج. نقف لحد هنا ونواصل في المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا.